السلام عليكم. اليوم غادي نوريكم طريقة باش انكم تنقلوا التصاور ديالكم ولي فيديو ولي الموسيقى من السامسونج للايفون والعكس. مهم طريقة شغالة 100%. الطريقة انا غادي نجربها قدامكم، حتى الى طبقتوها كما درتها انا غادي تخلف لكم ان شاء الله. اول حاجة لازم يكون عندكم في تليفون الايفون وفي تليفون سامسونج يكون عندكم هذا البروغرام اللي سميتو شار ايت. شار ايت ضروري تيليشارجيوه. الى ما عندكمش غادي تدخلوا البلاي ستور، تدخلوا بلاي ستور وغتيليشارجيو هذاك البروغرام. وهنايا راه في الايفون حتى هو عندكم ابي بي ستور. هاي ابي بي ستور حتى هي ممكن تيليشارجيو منها حتى هي لي زابليكاسيون. انا راني ديجا مانستاليهم بجوج. هنايا اول حاجه كندخلوا البروغرام ديالنا بشكل طبيعي بحال هكذا سامسونج. دابا غادي نحول من سامسونج لايفون، نحول شي تصاور. هنايا كنبركو على اونفوي حيت هذا اللي غيصيفط، كنضغطو على اونفوي. هنايا كنختاروا لي فيشي اللي بغينا نصيفطوهم. انا غنختار مثلا التصاور، مثلا عندنا هذه، مثلا هذه، عفوا، مثلا التصويرات غادي نصيفطهم من هاد سامسونج. مثلا هادو، مثلا هكا موسيقى، مثلا بحال هكذا، او لا قران مثلا. انا غنخلط باش تكون القضيه امامكم شغاله مثلا. هاد الفيديو غنبرك على انفوي. هنايا دابا التليفون كيقلب على التليفون الاخر باش يتعرف عليه، حيت دابا هذا ايفون ميمكنش غادي يلقاه. غادي نبركو على كونيكسيون ا اي او اس دبليو في بي بحال هكذا. غنديرو كونتيني كيف ما كتشوفوا طلع لنا انيشياليزاسيون كيقلب على الايفون. غادي نجيو دابا الايفون، غنمشيو لبلاصة الواي فاي. السلام عليكم. ندخلو البروغرام ديالنا في الايفون. نديرو اوكي وغنبركو على غوسوفي هكدا. غنجيو السامسونج نديرو كونفيغيري، عفوا غنعاودو نرجعو للخلف نديرو كيتي. غنبركو على انفوي، غنختارو دي فيشي، غنعاودو الخدمة ا0. تاو مثلا فيديو، مثلا تصويرة جوج، موسيقى مثلا. غنديرو انفوي كما كتشوفو طلع لينا الايفون. غنضغطو عليه، هانتوما كيما كتشوفو لي فيشي هاهما كيدوزو من سامسونج للايفون. ايضا الطريقة راه شغالة لجميع هواتف الايفون وجميع هواتف السامسونج. خلاص الى بغيتو تحولو من سامسونج لسامسونج راه الطريقة سهلة. هانتوما كيما كتشوفو كلشي داس. غنبركو على شي حاجة بحال هكا باش نطلقوها. مثلا هانتوما كيما كتشوفو راه دازت، يعني حتى الموسيقى ممكن تحولوها بهاد الطريقة. الطريقة ساهلة وخدامة 100%. المهم كنتمنى الموضوع ينال الإعجاب ديالكم. إلا عجبكم الموضوع ما تبخلوش علينا بالجيم واشتراك، ونشوفكم إن شاء الله في موضوع جديد ومزيدا من الدعم ليا ولكم وجميع اليوتيوبرز. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.